أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنرى طريقة تحديث توزيعات لينكس مانت 13 إلى الإصدار الأخير الإصدار 16. من تابع معنا الدرس الأخير، الدرس الذي كنت تحدثت فيه عن الميزات والفروقات بين الإصدارات العادية والإصدارات المدعومة لمدى طويل من توزيعات لينكس مانت وتوزيعات أوبونتو، من تابع ذاك الدرس يفهم الأهمية الكبرى لهذا الإصدار، الإصدار 13، فهو أحدث أو آخر إصدار مدعوم لمدى طويل من توزيعات لينكس مانت، سيتم دعمه إلى غاية 2017. من يريد تفاصيل أكثر عن الفرق بين الإصدارات العادية والإصدارات المدعومة لمدى طويل، سيمكنه الرجوع للدرس السابق، سيجد رابطه في وصف الفيديو أو في الموضوع الكتابي على المجمع. الآن سنركز على الدرس الذي نقوم به الآن. نريد أن نحصل على الميزات التي أضيفت في الإصدار 16، وأن نحتفظ بالإصدار 13 على أنه إصدار مدعوم لمدى طويل، أي نحتفظ بدعمه لمدة 5 سنوات. ذلك ممكن عن طريق تفعيل مخازن تسمى بالمنافذ الخلفية Backport، سنقوم بتفعيلها فنحصل على الميزات التي أضيفت في توزيعات لينكس مانت 16 الإصدار الأخير، كواجهة سينامون 2.0، كواجهة ميت 1.6، كمدير الدخول MDM 1.4، والبرامج المميزة لتوزيعات لينكس مانت. لكن في نفس الوقت سنحتفظ بالإصدار 13، لهذا قلت أنه تحديث وليس ترقية. إذن سيكون لنا الإصدار 13 لكن فيه الميزات التي أضيفت في الإصدار 16. نسخة النواة ستبقى في السلسلة المستقرة أو السلسلة المدعومة لمدى طويل التي يعتمد عليها الإصدار 13، والدعم أيضا سيبقى لمدة 5 سنوات. إذن سنجمع بين الميزات التي في 16 والميزات التي في 13. التطبيق جد سهل، لهذا كانت هذه المقدمة. التطبيق جد سهل، ندخل فقط إلى قائمة Linux Mint، ومن هنا System Tools أدوات النظام، Preferences تفضيلات، وهنا Software Sources مصادر البرمجيات، ونفعل مخازن المنافذ الخلفية Backport، هذا الخيار نقوم بتفعيله، ونضغط على Close، هذا كل ما في الأمر. وبعد ذلك ندخل إلى مدير التحديثات أو نحدث عن طريق الطرفية. بالنسبة لمن يريد استخدام مدير التحديثات فيدخل إلى System Tools أدوات النظام، إدارة Administration، وهنا Update Manager مدير التحديثات، فسيظهر لك الإضافات أو البرامج التي في الإصدار 16 بنسخها الحديثة، كواجهة سينامون في حال سينامون 2.0 في حال كنت تستخدم واجهة سينامون، أو واجهة ميت بإصدار 1.6 في حال كنت تستخدم واجهة ميت، والبرامج كما قلت البرامج المميزة لتوزيعات لينكس مانت. أو يمكنك الترقية طبعا عن طريق الطرفية بالأوامر التي ستجدها في الدرس الكتابي، sudo apt-get update، sudo apt-get upgrade، فتحصل على التحديثات، تقوم بإعادة التشغيل ويكون نظامك أو فعلا نظامك سيكون في الإصدار 13 لكن به الميزات التي أضيفت في الإصدار 16. إذن بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.